ساره الراكد النهارده في ابتدت جمع توقيعاته زي ما حضراتكم شايفين ومسجلين للدعوه الى جمعيه عموميه طارئة لسحب الثقه من المجلس. بنتبع كل السبل والاليات القانونيه والدستوريه لكي نعمل وفقا للقانون. نحن لا نخرج على القانون، نحن لنا راي مختلف. من حقنا عندما نشعر ان المهنه في خطر ان يكون لينا تدخل، ان يكون لينا راي، لان المصيبه مصيبتنا جميعا، واذا اصابنا ضرر فهيعم على جموعنا الصحفيه وهيعم على الجماعه الصحفيه، وبالتالي ليس لنا من مصلحه ان احنا نشوه هذا الكيان اللي ممتد تاريخه ويضرب في تاريخ الوطنيه المصريه واحد المؤسسات الوطنيه المصريه اللي طالما سندت الدوله المصريه في تاريخها. استمعنا جميعا الى كلمات الساده اعضاء مجلس الاداره اللي شرفونا بالحضور من اعضاء مجلس النقابه، واللي اثبتوا بالفعل ان المجلس قد دلس وزور كثيرا على الراي العام وعلى جموع الصحفيين في ادعاءات كثيره له. عندما يخرج خمسه من اعضاء المجلس لكي يقولوا ان هذا لم يحدث وهذا لم يحدث وهذا لم يحدث ولم يكن لنا به علم، اذا هذا المجلس يختطف النقابه ويختطف حريتنا ويختطف ارادتنا، وانا لنا جميعا ان نقف وقفه رجل واحد امامه، ولا علاقه لاحد، لا علاقه لاحد بفرض رايه على جموع الصحفيين. هو امر يقرره الصحفيون عندما اجتمعوا اليوم، اخذوا قرارهم ببدء العمل بالفعل لاسقاط هذا المجلس واجراء انتخابات جديده لانتخاب مجلس جديد يعبر عن امال وطموح الصحفيين في المرحله القادمه. احلام وطموحات تتعلق بتطوير الاداء المهني، احلام وطموحات تتعلق بتقديم مزيد من الخدمات، احلام وطموحات تتعلق باستثمار النقابه واستثمار العمل النقابي لكي نستطيع ان نصرف على انفسنا ولكي لا نحتاج الى احد يفرض علينا او يملي علينا ارادته. مبتدا.com